انكم تكونوا في احسن الاحوال، ولقاكم فيديو ديالي وانتم صحه جيده واموركم مزيانه. اليوم كما شفتوا في المقدمه غادي نشارك معكم دجاج محمر في الفرن والاير فاير. انا غنديرو في اير فاير الدجاج المعتاد اللي كنديروه دائما في المناسبات، والدجاج المحمر اللي مع الفريت. ونتمنى يعجبكم، وبقى معي حتى الاخر ولايكيو وديروا اعجاب الفيديو، ديروا لايك والاعجاب تسعد اعجاب، واللي باقي ما اشترك يشترك، انه ليس امرا ولكن فضلا وشكرا. وبقوا معي حتى اخر الفيديو. بسم الله نبدا التتبيله. وضع الزيت، انا كندير الزيت قزور معدنوس شويه الحران سودانيه وكذلك سودانيه دابا الزعفران نكتفي بواحده ورقه موسى ورقة الغال ولا ورقة موسى، ندير فلفل أحمر، كركم، إبزار، كنجبين قوي شوية، حامض مسير، اللوك ديالو، ونعمل خلطة الجميع. ندير شوية الماء نخلط العناصر كلها، ونجيبو الدجاجة تاعتنا تقوم بليها باش يدخلها عطرية، انت تدخل العطرية تتبيلة تكون تدخل هنايا في الدجاجة باش ما تجيش باسلة، كاين هاد الترقيطات التتبيلات تقدروا ديروها ليله من قبل، لكن ما عنديش الوقت دابا، غادي نخليها غير واحد الساعه ولا ساعتين ومن بعد نطيبها.
نديرو هنا هاد الساعة تقريبا هي من أسباب كل ليلة قبل نلتقي من بعد ما داز الساعة لا الساعة حيدوها نجيبو طنجرة نضع فيها زيت نباتية نوضع الدجاجة في الجميلة يبغي يديرها في كوكو كيديرو لكن انا كنفضل الجميلة احسن طيب لها خاطرها نديرو معها ما تبقى من الفيولا نقلبوها نحاول نقلبوها للجهة الأخرى نقلبوها للجهة الأخرى نخليوها على السدر ديالها أحسن شدي مزيان جينا الدمينا على خاطرها نحط منها البصل نقوي البصل بزاف نزيد تقريبا كأس ديال الماء نقصو في النار من الحرارة أدنى الحرارة ونخليوها طيب ما خطرة طابت لينا الدجاجة احنا غنديروها في مقلاة الهوائية اي فاير ندهنوها غير شوية بالسمن ندهنها شوية بالسمن نديروها طيب نشوفو دابا We'll be right back.
كنخليها شويه ما كنخليهاش ما يبقاش فيها كاع لاصوص، كنخلي شويه ديال لاصوص كنشفاش بزاف، نخلي بحال هكا هكا شويه الانسان باش يكون عنده لاصوص صافي بحال هكا. هذا وجه ديالها صافي. دابا طفي عليها نتلاقاو من بعد. دابا ندوز دون كريم الفريت.